موجودين بالفعل بس مش مسموعين. قال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. قليل الادب ما ترباش، ما فيش احسن من مصر. مش عاوزين بس استقر. فكره اول ما بتيجي فكره انه شتيمه او يفوروا، انا مش هدي نفسي فرصه ان اسمع. هو معرفش بقى، بس مش شجاعه ابدا انه تطلع في قناه ما تقدرش تواجه هنا فتطلع بره تروح تشتم من بعيد يعني، وانت مش في هنا. تعالى هنا وقول اللي انت عايزه. الناس بتشتم دي ما تفهمش حاجه. لو يفهموا الامور البلد واصول البلد عمرهم ما هيشتموا. الصعيد عندنا بيصرف طومين ببلاش 5 جنيه سكر وشاي ودقيق وكل حاجه عايزين. يا تاني الناس بقى اللي بتاخد فلوس علشان خاطر تضر البلد او تضر سمعتها دي، يعني هقول ايه، يعتبر خونه زيهم زي الجواسيس يعني، يستاهلوا الاعدام بصراحه يعني. اللي هو مواطنين وبحب البلد ديت اكيد هيخافوا على البلد ويحبوها وينموها ويقفوا جنب الناس عشان تبقى دوله واحده. لكن ان انا اخرب بلدي او ادمرها والكلام ده كله ما فيش في الدنيا حد بيعمل كده ابدا. الناس اللي بتكلم حضرتك دي بتطلع تشتم وتشتم في البلد وبتاع، دي ناس يعني عايزه تعمل هيجان في البلد وعايزه تعمل قلق في البلد ووش وجع دماغ. هم منتفعين من كده. سمع عليهم يقول لك لعنه الله عليهم، دي مش مسلمين. هو انت شفت مسلم يذبح واحد يقول الله اكبر وبيذبح بهيمه؟ مش عاوزين بس استقر. الفلوس وعشان الناس اللي بتمونهم، في بلاد عربيه كتيره بتمونهم، منهم قطر ومنهم طبيعي. بصراحه اي مذيع بيطلع على التلفزيون ده ضيف داخل المشاهد، لازم يكون مؤدب ومحترم، يتكلم كلام يحترم البيت اللي قاعد فيه. يتقوا ليه؟ يتقوا ليه في مصر؟ ويحترموا نفسهم بس. يحترموا نفسهم. هنا كانوا كويسين هنا وجم مشوا من بره وبقت مصر وحشه. ده بقى يبقوا مش كويسين. اقول لهم احترموا نفسيكم وخليكم بني ادمين. انتوا يعني عايشين في بلد، اللهم صل على النبي، ان البلد بتتصلح والبلد ربنا بتتصلح واحده واحده، ولازم نمشي احنا مع الناس واحده واحده. هم دول مش مؤاخذه، الاخوان معروفين انهم كذابين اول حاجه، ومعروفين تاني حاجه انهم لا مؤاخذه ما بيحبوش البلد دي، عشان هم اساسا مش من البلد دي اصلا، هم مش مصريين. وبعدين بياخدوا بقى معاهم مين؟ البلطجيه. يعني هما بيمشوا معاهم البلطجيه، يعني انا دلوقتي بلطجي وبجيب بلطجي معايا، يعني الاخوان دول بلطجيه مش ارهابيين بس، بلطجيين بلطجه للبلد هنا، فعايزين يوقعوا البلد باي طريقه. والله في بقى في ربنا سبحانه وتعالى فوق ويجازيهم، وربنا يجازي كل واحد على ضميره، واحنا كشعب مصر كلنا وربنا يعلم ان احنا كلنا بنحب مصر تكون في اعلى المراتب وباحسن صوره، وعشان دايما تبقى نكون واجهه مشرفه، لان مصر هي السنتر للدول العربية كلها.